السلام عليكم، اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. خوسي احبابي، كنموت عليكم كاملين، نتمنى من الله تعالى انكم تكونوا على خير وبخير وفي صحه جيده، والله يطولنا في عمركم، والله تعالى يحفظكم من هذا الوباء يا ربي امين. خوتي، خلال بضع دقائق من الان تم تسجيل 3 حالات مؤكده بعين الشقاق، ليرتفي العدد الى 17 حالة بالإقليم صفرو. وهاد 3 الحالات فهي خضعت الاختبار المخبري، ومن بعد التحليل تأكدت أنها مصابة، والآن دابا راه كتلقى العلاج ديالها في المستشفى الحسن الثاني بمدينة فاس. نتمنى من الله الشفاء للجميع يا رب، والله يشافينا ويشافيكم يا رب العالمين. فيما الخبر اللي هو يعني مفرح ويدخل الامل والسرور في النفوس، هو شفاء حاله جديده بمستشفى الاقليمي محمد الخامس بمدينه صفرو، التي كانت تتلقى علاج ديالها بالمركز. نتمنى من الله الشفاء للجميع يا رب العالمين، وكيرتفع عدد المتعافين الى 10 حالات بهذه الحاله المتعافيه. وفيما حاله واحده اللي كانت لقد توفيت، الله يرحم الجميع، والله تعالى يحفظنا ويحفظكم جميعا يا رب، والله يشافينا ويشافيكم يا رب العالمين. نتمنى من الله ان الانسان يدير احتياطات ديالو ويخد باله بزاف، راه الامور غاده حنا كنتمنوا من الله ان ما يجي خرج هذا رمضان حتى ترفع لنا هذا الوباء، ولكن لا اله الا محمد رسول الله، هذا جند من جنود الله يصيب من يشاء. نتمنى من الله سبحانه وتعالى انه يرفع لنا هذا البلاء وهذا الوباء، ويحفظ بلدنا امين يا رب العالمين، ويحفظ المسلمين والمسلمات جميع في جميع بقاع العالم يا رب العالمين. اللهم احفظ هذه الامه واسترنا واحفظنا في الدنيا وفي الاخره، اللهم تعالى يحفظنا ويحفظكم يا رب العالمين. نتمنى من الله تكونوا ديما على خير وبخير، راني كنموت عليكم كاملين وكنحبكم من القلب ديالي. تحياتي لكم، سهيل الورتي يحييكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.